عندما انقضت الجولات السبع الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، توج الجميع الهلال بطلا للمسابقة قبل انتهائها ب23 جولة، وبدأ الحديث يدور حول صعوبة منافسة أزرق العاصمة على لقبه المفضل. فال19 نقطة التي حصدها الهلال من خلال سبع مباريات دون التعرض لأي خسارة جعلت الغالبية العظمى تجزم بتحقيق بطولة الدوري للمرة 17 في تاريخه، خصوصا عندما تعثر منافسوه في أكثر من مباراة بالخسارة أو التعادل. ولكن ومع حلول المرحلة الثامنة من البطولة بدأ الأزرق يفقد وعيه. خسارة على أرضه من الوحدة بهدفين لهدف دقت ناقوس الخطر، لكن هناك من لم يعرها الاهتمام ومررها كشيء طبيعي يحدث في عالم كرة القدم. أيام قلائل ويغادر بطل مسابقة كأس الملك للموسم الفائت البطولة من دورها الأول، وكذلك على أرضه وبهدفين نظيفين من الفتح. وأيضا مرت تلك الخسارة كسابقتها مرور الكرام بحجة راحة الفريق والتفرغ لبطولة الدوري. ينتصر الهلال على القادسية خارج الديار بثلاثة أهداف لهدف فينتهي كل شيء، وتعود التوقعات بتتويجه المبكر. هذا الانتصار يبدو أنه أحدث نوعا من التراخي في البيت الأزرق، لكن الأمور بعد ذلك بدأت تأخذ منحنا آخر. الفريق يتعثر أمام الاتحاد في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف، ثم يواصل مسلسل التعادلات أمام الشباب بذات النتيجة، ليؤكد بعد ذلك دخوله دائرة الشك في القدرة على تحقيق اللقب بعد خروجه بالتعادل أمام الباطن بهدفين لمثلها. ثم تأتي موقعة الأهلي التي بالكاد خرج منها متعادلا لتصادق على أن الفريق بات يسير في طريق مجهول. فالهلال لم يكن في يوم من الأيام بهذا المستوى أو تلك النتائج المتتالية التي تفقده 11 نقطة من أصل 18 نقطة متاحة. فهل وقع الأزرق ضحية اعتماد مدربه على تشكيلة شبه ثابتة خلال 13 مباراة السابقة؟ أم أن هناك هبوطا عاما في مستوى اللاعبين ساهم في تلك النتائج؟